ايه هي محتويات الشنطة اللي كانت لابساها نيرة اشرف لما محمد عادل خلص عليها، وايه هي الرسالة اللي كانت موجودة على تليفون نيرة اشرف اللي بعتها لها محمد عادل قبل ما ينفذ الحادثة اللي هو عملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعين قناة سيف ترند. طبعا الكلام اللي هنتكلمه النهاردة بناء عن كشف من محاضر الشرطة المصرية واللي تم تحريرها بعد تنفيذ الجريمة من محمد عادل على المجني عليها نيرة أشرف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، وهي محتويات الحقيبة أو الشنطة اللي كانت لابساها نيرة أشرف وقت حدوث الجريمة. وطبعا التحقيقات والتحريات أثبتت أن الشنطة اللي كانت مع نيرة أشرف وقت الحادثة كان موجود فيها تليفون آيفون وسماعة سلك 21 جنيه، وكان معاها كمان سلسلة ذهب وفيها دليات، وكان معاها برضو علبة دواء اسمها نايت كالم وده بيستخدم لعلاج الأرق والاكتئاب، وكان معاها زبدة كاكاو وعدستين للعيون وولاعة بلاستيك وملقاط وتذكرة نقل تابعة لمركز اسمه سيركيز للخدمات الطلابية. وطبعا أثناء التحقيقات والتحريات الشرطة فحصت التليفون اللي كان مع نيرة أشرف وقت حدوث الحادثة، واكتشفوا ان فيه رسالة تهديد من محمد عادل لنيرة أشرف وكانت بتاريخ 6 ابريل اللي فات، كان مكتوب فيها استعدي بقى للي هيحصل لك، استعدي بقى يا كذا يا كذا، وكان فيه شتايم والفاظ مش كويسة، انت حسابك معايا تقل، بلاش تزودي اكتر من كده علشان مش هسيب فيك حتة سليمة. وده حاجة تبين لك قد ايه النية اللي كانت بايتة من عند محمد عادل تجاه نيرة اشرف والاجراء او الحاجة اللي هو كان هيعملها فيها، وان النية دي كانت موجودة من قبل كده. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص المحتويات اللي كانت موجودة مع نيرة اشرف داخل شنطتها وقت حدوث الجريمة. لحد هنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا بالاشتراك في القناة، تزورونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.